السن المناسب للشباب من وجهة نظري 25 للشباب. وطبعا للبنات ما بفضلش من عشرينات، لا بفضل من بعد ما يخلصوا جامعة، يعني اللي هو سني مثلا من 23 بقى وانت طالع في حدود 24 25 سنة دوت بيبقى برضو يعني خد فكرة ونضج والكلام ده كله. في عشرينات متقلش عن كده، يعني تبقى هي فاهمة ودارسة ووعية الحياة أكيد طبعا، يعني أكيد 25 وبعد كده ده احسن حاجه. لا لما بيبقوا صغيرين بيختار اغلبيه الاختيار بيبقى غلط. والله انا شايف الولد السن المناسب من بعد ال 25 مناسب، 25 27 بعد، طالما مقتدر يعني او متوفر الماديات متوفره، شايف ان من بدايه من 25 فاكتر شويه، يعني بعد 26 27 سنه يعني بيكون الولد خلص مثلا مرحلته الدراسيه، خلص فتره جيشه، استقر في شغله كويس، عارف ازاي، او فوق سن 26 25 ده العقل بينضج، ملوش سن معين، ما يتعارف عليه المجتمع وما تتم به نضج البنت والشاب بيبدا من 20 سنه 25 سنه، الشاب بيبدأ من 25 سنة، السن المناسب اللي هم يقدروا يحافظوا على الأسرة ويحافظوا على نفسهم ويكونوا أسرة ويكونوا، والأسرة تكون للمجتمع صالحة، للمجتمع وصالحة للطبيعة والبيئة والحاجات المتعارف عليها. والله حسب إمكانياته، لو هو شاب كويس ومحترم ومن عيلة وبيتقي الله والكلام ده كله مفيش مشكلة إن هو مثلا يقدم الخطوبة وبعد كده لما تخلص، لو هي في كلية لو هي في جامعة بيتم الزواج. يعني لو بتدرس مثلا فضلها سنة آخر سنة ليها في مثلا في الجامعة مثلا، طبعا تبقى فيه نظام خطوبة وبعد الخطوبة في جواز بعد ما تتخرج على طول. لا لان هيبقى عندها المجال اوسع ان هي لما تكمل دراستها تشوف حد كويس مناسب ليها احسن، ما تتسرعش وتفرح بان هو انا لسه بدرس فاللي هو الموضوع افرح بيه واكمل وابقى فرحانه بدبله والكلام ده، لا الموضوع هيبقى مش حلو بعد كده. حسب العريس هل هي موافقه عليه اصلا يعني، وحسب مميزات العريس، وهل هي تلتزم انها تكون مرتبطه وهتتجوز وعندها دراسه ولا هتفشل في جنب من الاثنين. لو كويس وهيعمل لي يعني هيساندني ويدعمني في موضوع دراستي، موضوع ان انا مثلا عايزه يبقى عندي كارير، ليه هرفضه؟ اكيد هكسبت على طول يعني. لا اكيد لازم اخلص الاول زي ما قلت لك عشان ابقى فاضيه للكلام ده ومركزه معايا زي ما انت قلت. لو هي عجباني واخلاقها كويسه ومفيش اي مشكله ومفيش حاجه انا تمنع يعني، لا مفيش مشكله عادي، ولو هي لسه بتدرس يعني. لازم تخلص دراستها لان معلش الشهاده سلاح ليها، انا الزواج حاجة برضو مش مضمونة 100%. الزواج المبكر طبعا بيضر البنت وبيأثر عليها، لازم تكون واعية كفاية للمسؤولية لأن دي مسؤولية كبيرة، فلازم عشان تشيلها تبقى واعية كفاية وكبيرة كفاية يعني. إن هو يتجوز بسرعة ويلا خلاص جواز وخلاص، فالدنيا مش مترتبة معاه فيبتدي يحصل مشاكل ويرجع في الآخر طلاق، وفي الآخر تبتدي ما بيبقاش استفدنا حاجة يعني. لا أكيد طبعا هيضرهم طبعا، المبكر ده لسه ما فيش نضوج للبنت أو الولد، فبرضه ما ينفعش الجواز للبنت الصغير لسه برضه. طبعا بيضر الاثنين طبيعي، ده بيضر الاثنين ويضر الأهل ويضر المجتمع كله أصلا. فيما بعد لما ينضجوا هيلاقي إنه مثلا ممكن يبقى فيه اختلافات كتير بينهم، فالموضوع هيرسل الطلاق. الزواج المبكر ده بيضر وأضراره كتير. التفكير ما بيبقاش كامل، ما بيبقاش في الاسلوب الكلام بتاعهم والتفكيرهم واسلوبهم في حياتهم، بيبقى كله حاجه ما بيبقاش في تركيز فيها.